عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة فؤاد تكساس. مرحبا بالإخوان اللي التحقوا بنا، الإخوان الجدد، وكنحب نشكر كاع الناس اللي كيرسلوا لي رسائل الحب والمودة في الإنستغرام وعلى الفيسبوك، وكنشكركم بزاف على التضامن ديالكم والدعم غير محدود. فإن شاء الله غادي نتكلم لكم اليوم على واحد الفاكهة، يعني فاكهة معجزة حقا في الخلاص من مرض العضال اللي هو مرض السرطان، اللي هو مرض العصر. هو كان من زمن بعيد كان هاد الأمراض هذه ديال السرطان، ولكن ما كانش منتشر بواحد الحدة. ولكن اليوم في القرن 20 والقرن 21 يعني كثرات بزاف هاد المعضلة هذه، اللي أودت بالحياة ديال بزاف ديال الناس اللي كنحبوهم، منهم الجيران، منهم الأصدقاء، منهم ناس في جميع الدول. فالحمد لله، قال لك ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، يعني هذه قاعدة ربانية يعني. فإن شاء الله غادي نتكلم لكم على واحد الفاكهة الاسم ديالها كيقولوا ليها الجوانابانا، ولا عندها اسم اخر اللي هو الشيريمويا. هذه كتنبت حتى في المغرب، وكاينه في البرازيل سيرتو في الغابات ديال الامازون، كاينه في الهند، كاينه في امريكا في بعض الولايات. فهاد الفاكهه هذه عندها واحد الخصائص سبحان الله، اللي هي خصائص اللي هي واحد المعجزه، يعني عطانا الله سبحانه وتعالى للخلاص من هذا المرض الفتاك. هذه كتقضي على مرض السرطان اللي هي ها هي الشكل ديالها كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها. فيها هادو تقريبا دايرين بحال الشكل ديال الشوك، ولكن ما فيه لا شوك لا والو، غير بحال الشكل ديال الشوك. الطعم ديالها حلو، كتدار مع الصباح بكري، الانسان باقي ما ياكل حتى شي حاجه على الريق، كتقطع منها قطع وتاكلهم هكاك، ولا تقدر تصاوب على شكل عصير ما فيها باس وتشربها. وتقدر تديها على مثلا، كتقدر تستخدم على حسب دابا الامراض ديال السرطان كله كيفاش كيكون الشفاء بطريقه استعمال هذه الفاكهه. كاين الامراض اللي هي كتاخذ غير مثلا شهر شهرين ثلاثه، كاين امراض اللي هي صعبه بزاف على حسب سرعه انتشار هذاك المرض ديال السرطان، كتقدر توصل حتى 6 اشهر. هي شي شويه غاليه في المغرب، وانا فكره يعني ونتكلم لكم على واحد هذه قصه هذه حقيقيه يعني كانت وقعت للوالده. كانت مسكينه مرضات، نجانا ونجاكم الله سبحانه وتعالى من جميع الامراض. كان جا صابها مرض السرطان الثدي، وكانت ما كانتش عارفه بلا كان عندها داك السرطان ديال الثدي، كانت غير كتحس بشي كوره. من بعد مشي قلنا لها سيري عند الطبيب، مشات عند الطبيب، داروا الفحص والتشخيص، ولقاو عندها ديك الكره على اساس انها سرطان. فهي ما عرفتش حارت، ما عرفتش واش تستحصل الثدي ولا غير نبقاو نعطيوها هاد الفاكهه هادي وصافي، غادي نشوفوا واش هذاك السرطان غيبدا يتراجع ولا لا. فغسلت ليها، كاين كبسولات كيتباعوا هنا في امريكا ديال هاد الجوانابانا ولا تشيريمويا. غسلت ليها واحد 6 منهم، وقلت لها استخدميهم وديريهم مع الباربا. علاش؟ لان هادي الا شربتي الكبسولات ديالها وما درتيش الباربا كيتصيب بالامساك، فخصك ولا بدا شي حاجه اللي غادي تخلي لك الكرش الجاريه ديالك شي شويه باش ما يبقاش لك الامساك. فاحسن حاجه وهي الباربا، وكاين الايجاس اللي هو البعويد، حتى هو مزيان باش كيرخي الكرش باش ما تبقاش قاصحه. ف
الوالده مسكينه كانت خايفه وداك الشيء، كعرف اي واحد مسكين كيتصاب بواحد المرض اللي هو كيكون خطير وداك الشيء، يعني الانسان كله يعني ضعيف، يعني الانسان كيخاف كيقول شنو غادي يوقع شنو كذا شنو هادي. الا لا توكلي على الله سبحانه وتعالى وجربي هاد الكبسولات وما يكون غير خير ان شاء الله. فجربت دوك الكبسولات وبدا ملي مشات دارت التشخيص من بعد قالوا لي بالله راه داك السرطان ما بقاش كبير كيف كان، بدا كيتراجع، ولكن هي بقات خايفه. قالت واش غنحيدها ولا سميتو استشارت مع الدكتور، قال لها من الاحسن ليك حيديها. قال لها انا ما كتعرفيش شنو كاين، ولكن هذه تبتات عن تجربه، يعني تبتات انها فعاله ضد مرض السرطان وعالجت بزاف ديال الناس، وكنت صيفطها لشي ناس وجاب الله التيسير وتعالجوا منه. وكنعرف واحد الصديق ديالي كان مصاب بمرض السرطان حتى هو، وجرب هاد الفاكهه هذه، واخا هي شويه الثمن ديالها عندنا حنا غالي في المغرب، لانها كتجي من مناطق مثلا كاين اللي كتجي من البرازيل، كاين اللي كتجي كلهم كاينه حتى في افريقيا، في بعض الدول الافريقيه كاينه، والافارقه اللي كيجيو كيخدموا في المغرب كيجيبوها وكيبيعوها في المغرب. ف واخا الثمن ديالها شي شويه طالع، ولكن سبحان الله يعني فاكهه يعني معجزه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ف ان شاء الله اللي بغى من هذه على شكل كبسولات كنوعدكم، الا كان شي واحد مريض ولا شي حاجه انا مستعد انني نرسلها ليه حتى المنزل ديالو، وان شاء الله يجيب الله التيسير ويتشافى من مرض السرطان. حنا بغينا فقط الانسان يقلب على الحسنات ويقلب على الاعمال ديال الخير مع الناس، ما يقلبش غير على مثلا الماده انه يربح من بيع هذوك الكبسولات ولا شي حاجه. حنا مستعدين ان شاء الله نرسلوها للناس، وكاينه في لي مارشي الكبار مثلا، الا مشيتي لكازا ولا لا مثلا مشيتي للشمال، كتكون حتى كتكون حتى في مراكش خصك تمشي لي مارشي الكبار غتلقاوها، ولكن الا كان الموسم ديالها كتكون شويه رخيصه، الا ما كانش الموسم ديالها كتكون غاليه في الثمن. فا هانتوما كيما كتشوفوا سميتها الشيريمويا، غنخلي لكم الاسماء ديالها في صندوق الوصف. سميتها الشيريمويا ولا غوانبانا. ف الله يخلي لكل واحد يعني اللي عزيز عليه الاب ديالو ولا الام، يعني سيرتو الام كتكون حنينه وداك الشيء، ويعني بقات فيا الوالده بزاف، ما كرهتش ديك الساعه نجيبها ان هنا عندي التعالج، ولكن الغالب الله الظروف ما كانش كتسمح، وهي ما تقدرش تخلي سميتو الخوت ديالي وداك الشيء تخليهم تما وتجي. فقلت لها غادي نصيفط لك غير دوك الكابسول واستعمليهم وغايجيب الله التيسير. والحمد لله دابا شحال من عام، دابا طالعه في 5 سنين والحمد لله حتى شي حاجه ما كاينه. قلت لها رغم انه واخا دوز السنوات وداك الشيء الانسان ما فيها باس، واخا يكون كاع صحيح ما عنده حتى شي حاجه، هاد سميتو هاد الفاكهه ديال الغوانابانا ما فيها باس، انسان مثلا مره في السيمانه يجيبها ويديرها على شكل عصير يشرب منها ويعطيها حتى للاطفال ديالو، لان فيها فوائد كثيره بزاف، ماشي غير بالنسبه للسرطان، كتعزز المناعه ديال الجسم، كتخفض من الكوليسترول، كتحارب جميع الخلايا السرطانيه كيف ما بغى يكون النوع ديالها، كتجدد الكريات الحمراء والبيضاء في الجسم، كتنعش يعني الجهاز ديال المناعه وترفع من القوه ديالته داخل الجسم، يعني بصفه عامه ضد جميع الامراض. فهي فيها بزاف ديال الفوائد كثيره بزاف. فنتمنى يعني من كل واحد انه لا عنده شي واحد مريض ولا شي حاجه يعطيها ليه، وان شاء الله يجيب الله التيسير عليها. واش غادي نقول لكم، اللي بغاها ولا شي حاجه يتواصل معايا وانا مستعد نرسلها ليه، ما كاين حتى شي مشكل. حنا فقط انسان كيدير الخير تلقى الخير، صافي هذا هو المبدا ديالنا في هذه الحياه، اللي يدير الخير تلقى الخير. فاش غادي نقول لكم الاخوان والاخوات، نخليكم يعني على خير وبخير، ونتمنى ان شاء الله انكم ديروا لايك للفيديو
وتخليو التعاليق ديالكم لعندكم شي استفسار على هاد الفاكهة، بغيتو تعرفوا شي حاجة كتير عليها ولا شي حاجة، شي حد ما فهمش شي حاجة على هاد الفاكهة، انا مستعد انني نشرح لكم، ما كاين حتى شي مشكل، تواصلوا معايا. غنخلي الواتساب ديالي، يعني خلي حتى هو في صندوق الوصف، ففعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالفيديوهات الجديدة. غادي اي فاكهة لقيتها هنا في امريكا وكتنفع لاي مرض من الامراض فغادي نشاركها معكم، ما غاديش نخليها لكم، قال لك الدال على الخير كفاعله. ف ان شاء الله غادي نحاول مرة غادي، كاين بزاف ديال الاعشاب اللي لقيتهم هنا كاينين في امريكا، هادو لي كابسول اللي كاينين، حيتاش جميع هادشي ديال الاعشاب وهادشي ديال الفواكه وداكشي كيتصاوبوا على شكل دي كابسول. مثلا لو بغيتي تاخذوا على فاكهه كيتصاوب على شكل كبسولات وكتاخذهم، ولا مثلا كتلقاه على شكل يعني كينات ولا شي حاجه وكتاخذهم وكيجيب الله الناس. يعني راه ماشي ولا بدا ولا بدا، الا ما لقيتيش هادي ما غادي دير والو، ولا تقدر تستعمل هادوك لي كابسول وان شاء الله يجيب الله الشفاء. فشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الرسائل ديال الحب اللي كترسلوها ليا في الانستغرام وفي الفيسبوك، وجزاكم الله الف خير. وكما قلت لكم اللي تفرج في الفيديو يخلي التعليق ديالو ويشترك معنا في القناة باش دائما نقدموا لكم الجديد. الى ذلك الوقت خليكم على خير، مع السلامة، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.